صباح الخير، ازيكم بنويت؟ عاملين ايه النهارده؟ انا صاحيه مبسوطه جدا لان امبارح كان عندي عزومه، كان اهلي كلهم عندي الحمد لله. صحيت بقى، كانت دي المواعين مغسوله بتاعت الصيني، طبعا مش انا اللي غسلتها، هم والله اللي غسلوها لي، بس طبعا بقيت المطبخ زي ما انتم شايفين كده، ايه، في حاجات كتير لسه عايزه تتعمل من عزومه امبارح، لان الصراحه هم الناس مشيت وانا نمت على طول. فاول حاجه طبعا هعملها ان انا هفطر الولاد، فالمنقص بتاعي هو الكسكسي. بعمل الكسكسي دوت واحطه في الفريزر، هيكون هو متلج كده، يا دوبك بس اسخن الحليب واحط عليه شويه عسل وشويه كراميل، واقوم حط عليه شويه الكسكسي ويفطروا، وحط هم من فوق شويه كراميل كده عشان اشجعهم. تمام، سبتهم بقى هم يفطروا واشوف انا ايه اللي ورايا. اول حاجه قلت ان انا اشغل الغساله الاول عشان الحق الشمس، ده كده جيل الملابس السوداء بتاع اوبال. الهدوم عندي كانت فيها متوسخة شوية، فقلت أحط مكيالين، لكن لو الهدوم مش متوسخة لا بحط مكيال واحد بس. أنا حبيت إن أنا مسرعش الفيديو عشان تشوفوا بس تقل الجيل الملابس السودا ده، أنا بحبه جدا وما بستخدمش غيره، وبستخدم من قبل الجيل الأبيض لما يكون دورة الهدوم كلها بيضة، لكن الأسود ده بستخدمه على كل الألوان عادي. أنا كده هو بعاير مكيالين اتنين، وهحط المكان دي جوه الغسالة نفسها مش في الدرج. تمام، اهو هحطها جوه الغسالة، ما تخافوش من الغطا، الغطا مش هيسيح، وهوريه لكم ان هو لما يطلع هيطلع زي ما هو، الغطا ده مش هيحصل له حاجة في الغسالة. وقيت الغطا التاني، انا كمان ما بكتفيش بالغطيين دول، انا بحط كده لحظه صغيره خالص من اللهلوبه او الاكسبريس بتاعه اوبال او مايوي، هي دي بتاعه اوبال. الحلو بس بتاع اوبال ان هي مرمله زي ما انتم شايفين كده، مش سايحه زي بتاعه مايوي، لكن المتوفر عندي بجيبه عادي، وبقوم كده مسحاه في الهدوم. هقفل بقى الغساله خلاص، مش هحط حاجه تاني هنا، ولكن هحط كام حاجه كده في الدرج. الدرج بقى بحط فيه ايه؟ بحط فيه اللي هو الاوبنش او الباور بتاع البقع بتاع اوبير، روعه، يا ترشيه مباشر على البقعه يا تحطيه في الدرج بتاع الغساله، انا على حسب الدنيا ماشيه ازاي. فبحط هنا كميه مناسبه كده، لكن لو في حاجه يعني عايزه اشيلها بقوم رشه مباشر، وشويه ديتول. طبعا انا كترت هنا بسبب النسيره، هي اللي زقت ايدي، لكن المفروض ان هم اقل من كده. غطا واحد بس، ودايما بشغل الدوره بتاعت الساعه، بشغل دوره الساعه دايما. الهدوم البيضة بشغلها للقطن الاقتصادي عشان اشغلها دورة النقع. بعمل التنشيف على 400، وبعمل درجة الحرارة على 40. لو هدوم بيضة بعمل الحرارة على 60 والتنشيف على 400. بعد شوية العيال كانوا جاعوا، قمت مطلع لهم الكورن فليكس ده بتاع بريمور. بصوا كنت جايباه، ما كنت موريه لكم، كنت جايبه كتير جدا، كنت جايبه تقريبا كل الكورن فليكس اللي من النوع ده، كانت العلبه من دي ب4 جنيه. هحط لهم دلوقتي كل واحد فيهم ايه كيس كده، هخلطهم على بعض واحطه لهم بلبن ساقع كده عادي. دلوقتي بقى خلاص المطبخ خلص، غسلت البوتاجاز ولمعت الدنيا، وحاطه بتاعت الحاجات الصينيه على الصينيه دي عشان يتصفوا، وراح حطها في النيش. وادي موعين لمعت الرخامه، بلمعها على فكره بتاع يا اما الزجاج، ملمع الزجاج، يا اما بجيبه اللي هو الاربعه في واحد بتاع اوبال. تمام كده، وادي الدنيا بقت تمام ان شاء الله. وكمان مسحت الارض، انا دي دايما حاطه المساحه دي جنبي والفوطه دي جنبي هنا في الارض عشان تبقى جنبي في الغسيل. دلوقتي هبدا في الفطار، انا كان فاضل عندي شويه سمك من امبارح، هعمل عليهم بس رز كده. انا عايزه اوريكم الجردل ده، انا بحب الجردل ده جدا جنبي، ليه بقى؟ عشان بحط فيه كيس، واي زباله بطاطس اي حاجه بقوم حطها فيها، اجمع طول اليوم الزباله بتاعتها. والقطاعه دي انا كنت واخداها من قبال هديه، بتبقى مريحه جدا في التقطيع. بص اهي، قطعت الحاجه وفصلتها وركنتها لحد ما احط بقى الحله عشان اسوي الرز. حطيت معلقه زبده مع شويه زيت كده صغيرين، وهسيحه. انا مش طباخه يعني، بس ده اللي انا ده اللي انا بعمله يعني. بعدين حطيت البصل وعليه شعره سكر، حط كمية بصل حلوة كده، احنا بنحب البصل يبقى كتير شوية. سبته لحد ما كأنه اتحرق، وحطيت عليه معلقة واحدة بس من الصلصة، او لو انت عندك طماطم صبحة حطي معلقتين كده، حطي طماطماية يعني. حطيت معلقة كبيرة كمون ومعلقة كبيرة كركم، وظبطت الحدق بتاعي.
بس ما بحطش حاجة تانية. دي كده التوابل اللي انا بحطها. عندك الصويا صوص، ده صويا صوص حطيت منها معلقة كبيرة. ما عندكيش عادي مفيش مشكلة. عايزة تحطي سنة مستر ده حطي، مش عايزة تحطي برضو عادي. وبعدين عيرت المية، عيار المية بيكون لو انت مثلا هتحطي كوبايتين رز، كل كوباية رز عليها كوباية وربع مية، تمام؟ وتقومي سايباها لحد ما تغلي كده شوية حلوين كأنها بتعمل شوربة. وبعدين بعد ما تغلي تقومي ضايقة الحوض، حاطة الرز بتاعك وتقلبي كويس جدا وانت معلية النار، ماشي؟ قلبتهم كويس عشان ما يبقاش في ملح ولا حاجة، وهقوم مغطية عليهم لحد ما يتشربوا. اهو قدامكم تشرب اهو كويس تمام. هبدأ ان انا انزل بقى بشوية الفلفل الاحمر والاخضر اللي انا كنت مقطعهم. لو عندك كمان شوية فلفل اصفر كمان يا سلام. ما عندكيش غير شوية فلفل اخضر عادي برضو اللي موجود في البيت بتحطيه، بس بيدي سكر كده في طعم الرز. قلبتهم وهقوم مغطيهم وهديها النار على الاخر. دول شوية فلفل حاسة ان هما بدأوا يتبلي عندي، هبدأ اقطعهم حتت واخزنهم في الفريزر. الغسالة خلصت، تعالوا بقى نشوف النظافة. انا كنت حاطة الدبدوبة بتاعت بنتي، بصوا اهو ادي الغطا ما حصلوش اي حاجة، وهتلاقوا الغطا التاني برضو جوه في وسط الهدوم عادي، ولا نهلك المسحوق في الجرد في الدرج. شايفين النظافة؟ الجل بتاعهم روعة الصراحة، والقبنش روعة. البتاعة دي كانت مهروسة تراب. بصي يا بنات ادي احنا كده اخر اليوم، بصي خلاص ده كده اخر اليوم، بقوم بقى شايلاه ورميه في سلة الزبالة العادية بقى بتاعتنا، تبقى ايه كده جنبي والدنيا مفيش مية ولا حاجة. واقوم غاسلة دي بقى ومصفياها لتاني يوم بكرة بإذن الله. بصوا انا نسيت خالص ان انا اصور لكم الرز بعد ما استوى، لان كنا جعانين جدا، وانا كنت ظبطاه على المغرب بالظبط وكلنا، والصراحه خلص كله. فدلوقتي بقى انا حطيت المواعين ما غسلتش حاجه، وقاعدين بقى عايزين ينقنقوا، فقلت اعمل لهم بقى شويه فنكوش. تعالوا انا اعمل لهم فنكوش. استنوا الطاسه اهي، بصوا هيحصل ايه فيه بقى. بس واقوم اطلعه بقى حاطه في الطبق. يلا بينا.